لما نشوف الديزاين في ستيبس بتوعي ستيبس اوف ديزاين قصدي ستيبس اوف ديزاين بتوعي هنلاقي اول حاجه عايزين نجيب الافكتيف سكشن او هي القطاع المكافئ بتاعي وعشان اجيب الافكتيف سكشن اتفقنا هي تعتمد اذا كان السكشن بتاعي ستيفند او انستيفند يبقى 1 تايب تعتمد على التايب اوف اليمنت 2 اذا كان مثلا لو هبدا بالويب مثلا هشوف هل هي ستيفند انستيفند ستيفند يبقى ايه اللي بعدها 2 حاجه اسمها او تاني حاجه تعتمد عليها تايب اوف ستريس وتايب اوف ستريس دي سيجما او تمام اللي اتفقنا عليها لو مثلا القطاع بتاعي لو قلنا هل هي كومبريشن او هل هي عليها مومنت فده شكل الستريس بتاعي بيتغير هنا ستريس كومبريشن هنا ستريس عليها مومنت فبيعتمد عليها السيجما بتاعتي القيمة السيجما بتاعتي تالت حاجة الراشي بتاع البي على تي تمام نسبة العرض الى نسبة العرض عندي للسمك هل هو كافي هل هي قريبة من النون كومباك او كومباك او هي يعني نسبة السلندر بتاعتني قد ايه تمام ده اول حاجة هنعملها ان نجيب الافكتيف سكشن تاني حاجة بقى خلاص انا عندي القطاع المكافئ عايز اجيب بقى البروبرتيز بتاعها properties اللي هي ال A وال I I X وال I Y ومنهم هنجيب ال S X وال S Y وتالت حاجة خلاص هنعمل الديزاين بتاعي او الشيكس بتوعي زي ما احنا اخدنا قبل المترم فلو بدينا مثلا تمام عايزين بقى نجيب ال effective section بتاعتي فهنشوف type of element اول حاجة بقى دلوقتي عايزين نجيب ال effective section. تعالوا نبدأ نتعرف أول حاجة مثلا على الستيفن لأن كل الستيفن والأنستيفن والبارشل ستيفن حساباتها تختلف يعني كل واحد ليه حساب في الكود يبقى نبدأ مثلا في الستيفن أوكي فمثلا لو أخذنا مثال لو أنا عندي أهو السي بليب فهبدأ بالويب الويب بتاعي إحنا عارفين إنه ستيفن لما نيجي نشوف الكود انا عايزه يعني نرجع تاني ونفكر نفسينا احنا بنعمل ده ليه عايزين نعرف الشكل ده قد ايه من الويب فعال وشغال معايا فانا عايزه اعرف لو مثلا هيحصل له انبعاج بالشكل ده انا عايزه اعرف الكميه الطول ده اللي فعال معايا طوله قد ايه فعايزين نجيب فلو ده الطول بتاعي كلها عباره عن بي خلاص فالبي الافكتيف بي الافكتيف بتاعي بتساوي الرو في البي الاساسي اللي شغال معايا خلاص ايه الرو ده الرو ده اللي هي معامل التخفيض بتاعي اللي بتقلل المعامل التخفيض اللي بتقلل الطول الكل بتاعي للطول الفعال اللي شغال معايا وبتطرح منها اللي هيحصل لها باكلينج وبتشيلها منها فعشان نوصل للرو هي دي اللي انا عاوزه اوصلها عشان اوصل للشكل اجيب القطاع المكافئ عايزين نجيب معامل التخفيض ده ففي الكود عشان نجيب معامل رو او معامل التخفيض بالنسبه للستيفن ده اتكلمنا اول حاجه عن الويب بس عشان نحدد برضو مين البي بتاعي لو بصينا هنا البي بتاعي لو ادينا لنفسنا ابعاد فلو قلنا مثلا ان البي كلها بتاعتي دي بتساوي 200 بس انا عندي هنا الانصاف الاقطار دي او المنحنيات دي ليها انصاف اقطار هنطرحها من هنا مش هتكون معانا فدي فالبي بتاعتي الاكشوال او البي بار بتاعتي بتساوي البي التوتال اللي هيكون معايا او معطى اوكي ناقص الاتنين ار فدي البي بار اللي هنشتغل عليها او هي اللي هنحسب الفعال بتاعها اللي هنعوضها هنا تمام عشان بقى نحسب الرو نرجع تاني عشان نحسب الرو عايزين نحسب اول حاجه في كذا حاجه عايزين نحسبها اول حاجه عايزين نعرفها اللي هي التايب اوف ستريس لما نعرفها يعني على حسب التايب اوف ستريس بتاعي السيجما بتاعتي ليها قيمه خلاص فدي اول حاجه عايزين نحسبها منها عايزين نحسبها حاجه اسمها
الباكلينج فاكتور. خلاص شوف تمام. اول حاجه هنحسب السيجما، بعد كده الباكلينج فاكتور بتاعي، بعد كده عايزين نحسب حاجه اسمها النورمالايزد بليت سلندرنس اللي هي اللامدا بي. ومنهم يعني بعد ما احسب الحاجات دي هعرف احسب من معادله، كل دي ليها معادلات في الكود، هنشوفها ازاي. بعد ما نحسبهم هنحسب الرو بتاعتي من معادله. فبالنسبه للسفن عايزه بقى احسب اول حاجه السيجما بتاعتي، عشان احسبها هي بتعتمد على لما نيجي نشوف. بالنسبه لو ده الكود، هي نزلت في المكتبات صفحه 231 الستيتمنت اليمنتس بتاعتي. خلاص انا هشتغل دلوقتي اول اليمنت هشتغل الكود. لو انا عندي سينا هنا، لو انا عندي القطاع بتاعي زي ما الكود قال عباره عن اليمنتس، فعندي الليب وعندي الفلانج وعندي الويب، همسكها جزء جزء جزء. هبدا بالويب، هشوف الريدكشن، هروح احسب لها الريدكشن معامل التخفيض بتاعها عشان اشوف قد ايه فعال منها. بعد كده هروح للليب احسب لها كذلك، بعد كده الفلانج عشان اوصل للقطاع المكافئ في الاخر. فدلوقتي احنا بنبدا في الويب، واتفقنا ان هي السفن. فلما نرجع للكود بتاعنا، احنا قلنا هنحسب اول حاجه السيجما. السيجما دي بتعتمد على الاجهاد، شكل الاجهاد على القطاع بتاعي عامل ازاي. فلو انا عندي، فلو ده الويب بتاعي، خليني اشوف تبقى اوضح. فده انا هتكلم عن الويب، وكان عليه اساسا الكاميرا بتاعتي او السكشن بتاعي عليه كله كومبريشن. فالسيجما اساسا بتساوي الاف 2 الاجهاد على الاف 1، واحنا عارفين الاف 1 اللي فوق والاف 2 اللي تحت. انا في الكومبريشن اللي فوق هي اللي تحت، فهنا هتساوي 1. لكن لو ده في الويب، لكن لو ده لو وانا بحسب للويب وكان معرض لكومبريشن بس، لكن لو انا بحسب للويب وكان معرض للبندنج فيكون عامل حاجه شكله عامل حاجه زي كده. عندي كومبريشن فوق وعندي تنشن تحت، فالاف 2 بتاعتي هيكون سالب، فالاف 2 بتاعتي هيكون بالموجب، والكومبريشن فوق الاف 1 بالسالب. فهنا السيجما بتاعتي هتساوي ايه؟ هتساوي سالب الواحد، هي ليها نفس القيمه كذلك، لكن هنا واحد بالسالب واحد موجب يبقى سالب واحد. يبقى انا كده عرفت بالنسبه للويب السيجما بتاعتي على حسب على اساسه. انا برجع الكود اشوف، لو انا السيجما بتاعتي عباره عن واحد، ففي السفن الباكلينج فاكتور كده، تاني حاجه حسبتها الباكلينج فاكتور الكي سيجما هتساوي 4 في حاله كانت 1. لكن في حاله لو هي معرضه للبندنج فالسيجما بتاعتي هتبقى سالب 1، فساعتها هيكون الكي سيجما بتاعتي هيكون 23.9. ده في حاله الكومبريشن، وده في حاله المومنت. تمام. يبقى انا كده اول حاجه حسبت يعني هعرفها لو انا هعمل جدول زي ما هو موجود. الدكتور عاملها في المحاضرة، فهو عامل جدول لينا مثلا عامل كده، فبيقول هنا مكتوب type of stress، اوكي. فلو كان moment ولو كان compression، وهنا الفاي بتاعي او السيجما بتاعتي، لو كانت moment فهيكون سالب 1، ولو كان ده بالنسبه للويب. انا هنا كلها بحسب بالنسبه للويب، ولو كان كومبريشن يبقى لا عليه 1. منها بعد ما انا جبت السيجما يبقى انا عندي جدول تاني، انا هدخل الكود. لو كان سيجما عشان احسب الباكلينج فاكتور، اوكي باكلينج فاكتور، فبيعتمد برضو معلوميه الستريس بتاعي مومنت كومبريشن. لو كان مومنت يبقى سالب 1، لما يكون سالب 1 فهيكون زي ما هو مكتوب في الكود بتاعي 23.9. لو كان بواحد، اذا كان كومبريشن يبقى الكي سيجما بتاعتي هيكون ب4 زي ما احنا شفنا في الكود. القيم دي مش حفظ، لا احنا هندخل بالكود بتاعي. تمام. انا كده جبت اول حاجه اللي هي سيجما، وجبت الباكلينج فاكتور اللي هي الكي الفا بتاعتي. تمام. عايزين بقى نحسب
بعدهم اللامدا بي. اللامدا بي برضو ليها معادلة بالنسبة للستيف، هيكون في صفحة 225. تمام، بالنسبة للستيف هنشوف هنا for stiffened members، هيكون برضو المعادلة معطاة عندي اللامدا بي هنا بيساوي البي بار اللي احنا حسبناها، اللي اتفقنا احنا هنشيل منها الاثنين اصاف الاخطار، على الثيكنس، والثيكنس معطى عندي انا عارفاها 44، ده بالنسبه للستيفند، مضروبه في الاف ييلد على الكي سيجما اللي انا لسه حاسباها كده. جبت اللامدا بي، ومن اللامدا بي بعد ما حسبت قيمه اللامدا بي اروح برضو نحسب خلاص معامل التخفيض بتاعي اللي هي الالفا، بتساوي برضو بالنسبه للستيفند، فهو ليها معادله، المعادله بتاعتها هنلاقي الرو اللي هي معامل التخفيض 1.2 في اللامدا في اللامدا بي ناقص 0.16 ناقص 0.1 في السيجما بتاعي او اللي احنا اتفقنا حسبناها على حسب الاجهاد، هتساوي سالب 1 في حالة المومنت و1 في حالة الكمبريشن على اللامدا بي سكويرد. فدي معادلة برضو بالنسبة للستيفن موجودة في صفحة 225 في الكود معانا، الكود ده نزل في المكتبات. هنحسب الرو معامل التخفيض، وكده حسبنا معامل التخفيض، يبقى هعرف احسب البي الافكتيف اللي داخل معايا هتساوي الرو في البي التوتال او البي البار بتاعي. لكن نرجع عايزين نشوف هنا برضو ده بيرجع على حسب ال بالنسبة لمعامل التخفيض، يعني امتى قبل يعني امتى هعمل لها تخفيض؟ لو كان اصغر من واحد، فلو الرو بتاعي ده طلع اكبر من الواحد ده معناته انه لا كده الويب كله شغال معايا. لكن لو معامل التخفيض طلع اقل من واحد هنا ساعتها هضرب وهضربها بطريقه، يعني هنا هتجيب البي افكتيف وزي ما قلنا معامل التخفيض في البي بتاعتي. طب بس مكانها هيكون فين؟ هنشوف في الكود. يبقى اتفقنا لو كان هي الرو كان اكبر من الواحد يبقى الويب كله شغال معايا، كان اقل هنحسب الطول الفعال. فمثلا لو طلع مثلا ده 0.8 والبي بتاعي ب 10 سنتي، يبقى كده الفعال معايا اللي او اللي داخل هيشيل عباره عن 8 سنتي. فين مكانه بقى؟ على حسب الاجهاد. فلو كان انا عندي نشوف، فلو انا عندي ناخد صفحه جديده عشان هنرسمها، هو موجود هنا في الكود بي بي بيرجع لو كان مثلا الاجهاد بتاعي كومبريشن، او مثلا لو كان مومنت فهيكون في كومبريشن وتنشن. فلو انا عندي كله كومبريشن اوكي، وانا شغاله دلوقتي على الويب، واتفقنا لو كل ده لما شلنا اصاف الاخطار كان 10 سنتي، بس الافكتيف اللي داخل معايا عباره عن 8 سنتيمتر، يبقى هيكون في بالنسبه لي لو كان كومبريشن اهو في الكود بيقول لك في حاجه اسمها بي افكتيف 1 وبي افكتيف 2. قصده ايه بالبي افكتيف 1 وبي افكتيف 2؟ البي افكتيف 1 بيساوي نص بي 1، وبي افكتيف 1 بتتقاس من فوق من عند اف 1. فبي افكتيف 1 هتتقاس من فوق هنا نص البي افكتيف، يبقى 4 سنتي، لان انا عندي البي افكتيف بتاعتي بتساوي 4 سنتيمتر، وده البي البار كل بتاعي. البي افكتيف 1 اللي هيكون فعال وشغال معايا هيكون نصه فوق، ده بالنسبه للستريس كومبريشن لو الستريس بتاعي كله كومبريشن. وبي افكتيف 2 برده هيكون من تحت 4 سنتيمتر. فالشكل المكافئ بالنسبة للويب بتاعي هيكون حاجة بالشكل ده، 4 سنتي من فوق و 4 سنتي من تحت، وهيتشال اللي حصل له باكلينج الاتنين سنتي اللي في النص. تمام، الاتنين سنتي في النص دي هي اللي اتشالت، ودي هي الأطوال اللي هحسب لها الاريا والانيرشيا الجديدة. ده في حالة لو كان الستريس بتاعي عبارة عن كومبريشن، لكن لو كان في حالة مومنت يبقى انا عندي كومبريشن وتنشن تحت، وده القطاع بتاعي. فاحنا اتفقنا انه تحت كله تنشن فكله افكتيف معايا، يبقى اللي الطول لو اتفقنا مثلا لو قلنا انه برضو ده العشرة ده كله مثلا كان 20 مثلا خلاص، والبي افكتيف اللي طلع لي
مثلا او خلينا في العشرة، والبيل افكت اللي طلع لي بيساوي 8 سنتيمتر برضو. هل هقيسها زي ما عملنا هنا فوق ومن تحت؟ لا، ده اوريدي كله فعال معايا، لكن البي افكتيف 1 وبي افكتيف 2 لما نشوف في الكود. اول حاجه اساسا لما نيجي لو كان مومنت، فالبي افكتيف بتاعي هيتحسب من الرو، اتفقنا اللي هي معامله تخفيض في البي سي مش البي سي بار. البي سي القيمه دي او البي افكتيف هيساوي الرو اللي انا حسبتها في البي بار على 1 ناقص السيجما بتاعي اللي هو كان 1 او سالب 1. اوكي، ده في حاله لو كان الاجهاد بتاعي مومنت، فمش هنحسبها على طول على طول زي الكومبريشن. هنا كان البي افكتيف بتاعتها الرو في البي بار على طول، او البي افكتيف ام سوري كان البي افكتيف الرو في البي بار على طول. لكن لو كان الستريس بتاعي عباره عن تنشن وكومبريشن او كان مومنت يعني، فهيكون الرو في البي سي، والبي سي دي عباره عن البي بار على 1 ناقص السيجما اللي هي سالب 1 في الحاله بتاعتنا. تمام، طيب نرجع تاني، عايزين نحسب ايه الاطوال الافكتيف. طيب او كم قد ايه انا هشيل من الويب بتاعي؟ بيقول لك هنا في الكود انك هتشيل من فوق قيمة 0.4 من البي افكتيف، ومن تحت المفروض العكس، يعني المفروض الطول ده اقل من ده، 0.6 بي افكتيف. طب ده ليه تحت واخد جزء مساحة اكبر من اللي فوق؟ لان هنا اساسا بيقرب من التنشن، واحنا عارفين ان التنشن بيشيل، يعني مفيش باكلينج ممكن يحصل له. فالشكل اللي يبقى الشكل يبقى هيكون في ربع من البي افكتيف تحت، وتحت 60% من البي افكتيف، وهيحصل الباكلينج في حتة هنا هي دي اللي هتتشال. فالقطاع المكافئ بتاعي هيكون حاجة شبه الشكل ده، هنا 0.4 من البي افكتيف، وهنا 0.6 من البي افكتيف، والحته اللي حصلت لها كومبريشن دي اتشالت، والشكل الجديد القطاع المكافئ ده بالنسبه للويب هي اللي هنحسب لها الخصائص الجديده الانيرشيا والاريا. تمام، ده بالنسبه للويب اللي هي ستيفن. فما تيجي نشوف بقى بالنسبه مثلا للان ستيفن ازاي هنحسبها في الكود. برضو نفس الطريقه، هي ستيفن والان ستيفن سهله جدا في حساباتها او مباشره جدا في حساباتها في الكود. هنعمل زي ما اتفقنا، هنجيب السيجما على حسب نوع ستريس، هل هي سالب 1 او هل هي 1. طب سؤال، هل ممكن هي تبقى غير السالب 1 او الواحد؟ او ممكن هنشوفها دلوقتي قدام لما نيجي نحسب في اللب. تمام، اول حاجه هنحسب السيجما، تاني حاجه هنحسب الباكلينج فاكتور او الكي سيجما، تالت حاجه هنحسبها اللي هي اللامدا بي، ورابع حاجه اللي هي معامله تصغير البي فاكتور الرو اللي هي معامله تصغير، منها هنعرف نجيب البي افكتيف او طول الفعال اللي شغال معايا عباره عن رو في البي بار بتاعي. ده الخطوات بتاعتنا والسيستم بتاعنا، وهي نفسها اللي هتمشي في البارشيال وفي الانستف، بس اللي هتختلف بس ازاي هنحسب الكي سيجما. تمام، نشوف الانستف. فمثلا لو انا عندي قطاع عامل كده، فاحنا اتفقنا في الحاله دي الفلانش دي تعتبر انستف. طيب هحسب قد ايه من طول الفعال منها ازاي؟ اول حاجه لو قلنا انها مثلا معرضه للكومبريشن، فشكل الكومبريشن بتاعتها هيكون عامل كده، شكل الاجهاد هيكون كومبريشن عامل كده. اوكي، فهنا انا عرفت انه خلاص الفايل بتاع او السيجما بتاعي بتساوي 1. تمام، عايزه احسب بقى تاني حاجه اللي هي الباكلينج فاكتور. هروح بقى الكود صفحه 232 الانستيفت اليمنتس في تيبل 214. خلاص انا عرفت اوريدي ان هي 1 السيجما بتاعي. امتى ممكن تبقى طيب سالب 1؟ امتى ممكن الفلانش بتاعتي مثلا تتعرض لمومنت؟ لو القطاع بتاعي مثلا معرض لام واي، فساعتها لا، شكل الاجهاد هيكون هنا شنت وهنا ضغط، وساعتها
السيجما بتاعتي هيساوي سالب واحد. فلو كان السيجما الفلانج بتاعي وهي انستيف بسالب واحد، هاجي هنا في الانستيف هيكون 23.8. ولو كانت عليها كومبريشن مثلا الفلانج بتاعي وهي انستيف هيكون 0.43. دي تاني حاجه جبناها، تمام الكي سيجما. طيب بعدها انا عايزه احسب احنا كده انا دلوقتي بنقول الخطوات، بس بعد كده هنحل مساله هتوضح الدنيا كلها. تمام، دلوقتي تالت حاجه عايزين نجيب اللامدا بي. هنرجع لصفحه 225. هي بس المشكله انه احنا بنشتغل بشابتر 2 وشابتر 13، فاحنا ممكن بنروح ونرجع يعني، بس نرجع لصفحه 225 في شابتر 2. هنلاقي اساسا في الكود الستيفند والانستيف موجوده في شابتر 2، لكن البارشيال ستيفند موجود في شابتر 13. تمام، نرجع تاني 225، هنلاقي عايزين نحسب بقى اللامدا بي بتاعتي، هتكون المعادله بتاعت الانستيف بي على تي، لكن المره دي على 59 مضروبه في الاف في جذر الاف يلد في الكي سيجما، زي شبه السفن، لكن بس من بدل 44 كانت 59. وبعد كده بعد ما نجيب اللامدا بي زي ما عرفنا هنجيب معامل التخفيض بتاعي، ونفس السيستم، هي بس السفن غير الانستيف. نشوف بقى الطويلة اللي هي البارشل ستيف اللي هتكون في صفحة قصدي شابتر 13. طيب يبقى دلوقتي هنشوف ازاي نحسب بالنسبة للبارشل ستيف، ازاي اجيب الجزء المكافئ ليها. عشان اجيب الجزء المكافئ عايزين نحسب المعامل التخفيض اللي هي الرو. فنفس الخطوات بتاعت في ستيف والانستيف، احنا بنجيب اول حاجة الابسلون بتاعتي، انا كنت بقولها طول الوقت اللي فات بسيجما بس هي ابسلون يا جماعه. وتاني حاجه الباكلينج فاكتور اللي هي الكي سيجما. تالت حاجه اللامدا بي، ومنهم هدخل في المعادله بتاعت معامله التسقيط بتاعي الرو. تمام، انا بقى اللي بس هيطول معايا في العمليه عشان اجيب الرو ازاي احسب الكي سيجما بتاعتي. فلما نشوف في شابتر 13 بالنسبه للبارشل ستيفن هنلاقي effective عشان احسب effective width of compression او العرض الفعال معايا. خلاص عايزين نحسب ثلاث حاجات. الاول هو اساسا موضح نفس الكود، calculate s b على t and d and d على b. خلاص، فلما نشوف يبقى اول حاجه عايزين نحضرها عشان ندخل الجدول ده ratio b على t، وال b على t دي اللي هي العرض بتاعي اللي هدخل بيها، اللي هنطرح منها انصاف الاقطار. فلو انا هشتغل مثلا عايزين نحسب، لانها هي لو مثلا انا هشتغل على السي اللي ليها لب، فاحنا اتفقنا اني انا مش عارفه ايه وضعيه الفلانج ده، هي تعتبر بارشل، مش انا مش متاكده هل هي ستيفند او لا، بسبب اني انا مش متاكده من طول الانرشي بتاع اللب بتاعي. تمام، دلوقتي انا لو انا بحسب للفلانج ده وهي بارشلي، فبنجيب احنا اتفقنا ان ده البي بتاعها عباره عن بي بار بتاعتي عباره عن الطول كله ناقص 2 ار على التي اللي هي السمك. وخلي بالكم يا جماعه السمك بتاعي سمك واحد على كل القطاع بتاعي، لان احنا اتفقنا هي اساسا كانت عباره عن شريحه عن بلايد، واحنا شكلناها في المصنع بتاعنا، فهي اساسا السمك بتاعها نفسه واحد في كل الالمنتس في الليب والفلانج والويب. تمام، بعد ما جبنا الرشي ده تاني حاجة هنحسب الاس، والاس موجودة ده الكود موجود في الصفحة الورق اللي نازل يعني موجودة في الصفحة اللي قبل هنا. لو في الكود في شابتر 13 صفحة 13-7 هنلاقي الاس بتاعتي بتساوي وده ثابتة 1.28 جذر الاي على الاف يلد. يبقى الاس بتاعتي بتساوي 1.28 جذر الاي على الاف يلد. تالت حاجة عايزين نحسبها اللي هي الريشيو برضو بتاعت حاجة اسمها الدي على البي بار. مين الدي؟ الدي ده ثابت برضو، هي ده الدي.
هي طول الليب بتاعي. نجيب نسبة الدي الى البي بتاعتي، البي بار طول الفلانش الفعال مش الفعال اللي هي من غير الار بتوعي. تمام، بعد ما جبت انا الثلاثة حاجات دي اعمل ايه؟ الكود مقسم الحتتين الاول بعد كده الثانية الحتتين. بيقول لك لو طلع لك، لو طلع عندك رينج البي على تي اقل من اس على ثلاثة، بعد ما انا حسبت الاس هقسمها على ثلاثة، وطلع لي البي على التي دي اقل من اس على ثلاثة، يبقى لا تمام. انا الفلانش بتاعتي كله افكتف معايا، مش هضطر اني ارجع واحسب لها معامل التخفيض لانها هي اوريدي كله معايا، وده هيريح ليا نفسي تماما. خلاص مش هضطر اني احسب الكي سيجما ومعامل التصغير، فهيكون كويس جدا لو انا اساسا البي على تي طلع اقل اوريدي من اس على ثلاثة، ساعتها هقول الفلانش فولي افكتف. لكن لو مثلا طلع البي على تي بين اس على ثلاثة والاس لوحدها، ساعتها بمعلومية الدي على البي هشوف هل هي اقل من 25، هل هي ما بين 25% و 8%، هدخل هحسب من هنا الكي سيجما، او هل هي اكبر من 25% هحسب الكي سيجما من هنا. وبنفس الطريقة لو كانت اساسا البي على تي اكبر من الاس، هاجي الناحية دي وهعمل نفس الخطوات. لكن عايزين نرتب شغلنا بس عشان عايزين نعرف بس انه اول حاجة بشوف بعد ما جبت الثلاثة الحاجات دولة هقارن البي على تي باس على ثلاثة. لو كان طلع اقل منها الحمد لله، تبقى فل جدا، يبقى مش هضطر احسب، خلاص الفلانش فل افكتيف وشغال معايا. لو لا لازم اروح احسب الكي سيجما بتاعي، بس عشان نحسبها برضو في تشيك هيسهل علينا، او الخطوات اللي احنا هنعملها، لان الكود يعني ترتيبه بيلخبط شوية، فهنظبط بس الخطوات بتاعتنا. لما نيجي نشوف اول حاجة، لو البي على تي خلاص اكبر من اس على الثلاثة، فقبل اصلا ما ادخل، لو انا القطاع بتاعي عبارة عن مش زي اللي فات، ماشي، لو هنا هي partially اتفقنا، لو هي بليب يبقى هنا احنا مش متأكدين، وقلنا عليها partially عشان كده دلوقتي بنحسب لها. فقبل ما احسب الكي سيجما بتاعتي، عايزين نشوف، نعمل check حاجة، بنشوف هل ال IS اكبر من ال IA. مين ال IS وال IA؟ ال IS ده ال inertia بتاع اللب بتاعي. في الاي اس لما بنشوف، ناخد نكبر اللب بتاعي، نعمل زوم، هي عبارة طولها صراحة منها نص القطر برضو، فده الدي، اوكي، فهتساوي ايه الاي اس؟ هتساوي التي سمك في الدي تكعيب على 12، شبه نفس المستطيل ده الاي اس. الاي اي بقى هي الانيرشيا اللي انا محتاجاها عشان تضمن لي او تخلي لي ان الفلنش بتاعي تبقى ستيف. فلو كان اساسا الاي اس او الانرشيا الموجوده عندي الاكشوال اكبر من الاي اي اللي هي الانرشيا اللي انا محتاجاها عشان تبقى الفلنش بتاعي ستيف، يبقى تمام، يعتبر كده خلاص الفلنش بتاعتي ستيف، لان اوريدي الاي اس اكبر من او بتساوي الاي اللي انا محتاجاها عشان تكون ستيف. والاي ستيف هي برضو ليها معادلة تتحسب منها، سواء وتعتمد لو كان ال D على B، أو لو كان ال B على T ما بين ال S و S على 3، أو كان أكبر من S، فهي بتختلف إزاي بحسب ال IA اللي أنا محتاجاها. فأنا أروح أحسبهم الأول وأقارنهم، لو طلع خلاص دي ليها معادلتين على حسب زي ما اتفقنا ال B على T بتاعتي فين. لما اروح وخلاص طلع انه الاي اس الاكشوال اكبر من اللي انا محتاجاها، يبقى خلاص الفانش بتاعي فولي افكتيف، او اللب بتاعي خلاها فولي افكتيف، تمام، مش هضطر احسب لها هي نفسها الفانش المعاملة التقليل او التصغير زي ما احنا اتفقنا هنا. بس انا هكمل في اللب بتاعي، هروح احسب اللب انستيفن، فاروح احسب لها الكي بتاعتها والتصغير. لكن لو ما تحققش الشرط ده، اوكي، هتكون
هضطر للاسف اعمل الحسابات دي كلها عشان اوصل لطول الدي اس الفعال معايا، وبعدها اروح احسب الفلانج بتاعتي برضو البي الافكتيف بتاعتها. تمام، يبقى ده بالنسبه للبارشلي ستيف. هنشوف مثال هيوضح الكلام ده كله دلوقتي بالنسبه للبرنس.